النيل معناه الحياة للنوبة. التهجير ابتدى من 3 مراحل. كان في مرحلة تهجيرية ذاتية هنا في منطقة الشلال اللي بتشمل 7 جزر. ده ابتدت من 1898 لما هي المساكن والخيرات كلها والأراضي والزراعات كلها تحت. لما عمل أول تعلية لخزان أسوان 1902 المياه غمرت البيوت اللي تحت. لما علوا تعلية خزان أسوان المرحلة الثانية خدت البيوت بقية البيوت اللي فوق. في آخر مرحلة كانت 1933 بقينا بالشكل ديت يعني حوالين الجزيرة اللي طلعوا اتسلقوا على الجبال. وده كله بدون تعويضات من الحكومة المصرية وكده. والبيوت والخيرات وفي رسومات موجودة في متحف النيل بيثبت الحالة إن الزراعة اللي تحت والبيوت اللي تحت والنخيل والسواجي والحاجة اللي كانت موجودة في النوبة هنا. ده بالنسبة لجزر الشلال اللي هي بتشمل 7 جزر. ومعاناة التهجير أنا ما حضرتهاش، بس سمعت بقى أبا عن جد إن الناس عانت وضحت للبلد عشان السد. معاناة الناس سابت بيوتها وسابت أراضيها وتهجرت من مكان السد العالي لمنطقة كومومبو. ده اليدوي بيتغزل من الغزل والنسيج اللي هو من المحلة البحري، واحنا بنصنعه في البيت الكوره دي الكبيره دي ونحطها على النول هنا ونعملها في النير ده والمشط ده، نجيبها على النول ونقدمه ونشتغل على طول. دلوقتي انا عمري 65 يعني في حدود 54 سنه شغال في النول. ده البيت النوبي ده اتبنى 1902 وطبعا خيرت غربسيل هجره خزان اسوان وليس هجره سد العالي. في ناس طبعا فاهمين النوبه ده يعني بالنسبه لهم همج او جايين استوطنوا في مصر. لا، اللي بيقرا على التاريخ كويس بيعرف ان النوبه اصل البلد. أكتر المعابد اللي داخل هنا معابد أسوان أو المزارات اللي هي معروفة بالنسبة للسائح اللي ما يستغناش عن الزيارة فيها، معبد فيلة والمسلة الناقصة اللي هي موجودة في مدينة أسوان. طبعا لما بيجي هنا هو بيفسر فين الحضارة النوبية وفين الحضارة القبطية وفين الحضارة الإسلامية. For us, this is a trip of a lifetime. We flew into Cairo. We're doing a tour of Egypt. And we're now in Aswan. Aswan seems to be a very prosperous area. Very nice people. We're enjoying Aswan very much. لغة في التجيكي في المتوكي أو الكنزي. كنزي احنا بنتني بيها هنا في منطقة أسوان داخل كردون أسوان. الفيجيكي وفي فيجيكي وكنزي برضو كانوا اللي هم ورا السد اللي هم من ضمن ال 44 قرية اللي تهجروا. طبعا ده لهجة وده لهجة، والمفروض ما هيش اللغة النوبية ديت كانت لغة مش لهجة. النوبة فيها 3 لغات تمام. الأولى كنزية، الكنزية اللي كان بيتكلمها الملوك أيام الفراعنة. الفجيكية اللغة العامة كانت لليه الشعب كله. وفي عرب العقيلات دي قبيلة تسكن السودان تمام. في عندك الكنوز، الملوك كانوا بيتكلموا في الحوار مع بعض عشان الشعب ما يفهمش، إنما الفجيكية دي كانت اللغة العامة الشعب كله. من هنا جات انقسام اللغة. ده الكف ده والرسومات ده بيرمز عن الترحاب، يعني معنى اتفضلوا
ده المثلثات. الكف ديت طبعا كان في اعتقاد بالنسبه لقاعد الحسد والبتاع ديت بالنسبه للخمسه الخميسه ده اللي بيتقال عليها دلوقتي، حتى حد يقول لك خمسه وخميسه في وشك، ده اللي معروف على النوبه من الاول ان هو معروف قدام البيوت ان هو معمول ايه للحسد، فبيتسمى بلاد الذهب. يعني هو في ناس عندهم اعتقاد ان بلاد الذهب في ذهب مدفون، لا هو نسبه للحاجات التاريخيه والحاجات الثمينه الموجوده فيها قال عليها بلاد الذهب. الجبنه دي عباره عن مشروب قهوه عاديه يعني بن اخضر، بس بتحمص بطريقه معينه ليها درجه تحميص معينه، وبتزود جنزبيل وحاجات كده، بتتغلي تبقى قهوه مغليه يعني في القاروره بتاعت القهوه دي اللي هي من الفخار دي، هي اللي اسمها الجبنه اصلا. ده احنا متربيين في البيت، عندنا العده في البيت وبنشربها في اي وقت يعني، ممكن العصاري في الصبح كده، فمشروب اساسي يعتبر عندنا. وطبعا احنا فخورين ان احنا مصريين، ومع ذلك برضه بقول ان المصري برضه بيفتخر ان هو نوبه جزء منه هو.